هذا آخر أخبارنا العالمية، سوف أسرده لحضراتكم عن أصداء زيارة أسطورة كرة القدم ميسي إلى مصر. ذا ميرور قالت عن الاستقبال الحافل له إنه حظي بمعاملة الملوك في مصر. نشرت صحيفة ذا ميرور البريطانية تقريرا عن المعاملة الملكية والاستقبال الحافل الذي حظي به النجم الأرجنتيني ميسي خلال زيارته إلى مصر، وأضاف إن ليونيل ميسي عومل كأنه ملك عندما زار مصر. وتنقل مهاجم برشلونة في موكب مؤلف من 15 سيارة فارهة منها مركبات عدة من طرازات مختلفة ودراجات نارية، حيث كان النجم الأرجنتيني قد زار مصر كسفير لحملة تور أند كيور، وجاء للترويج لمصر كمقصد سياحي طبي لعلاج مرضى فيروس سي. وأعلن نجم برشلونة عن خطط لوضع نهاية لقوائم الانتظار للأشخاص الذين هم في حاجة إلى العلاج بحسب ما قال.